يا اهلا بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والفقره دي هنتكلم من خلالها عن موضوع لطيف جدا يا حضرات، لعبه الدارتس اللي هي الاسهم اللي كنا بننشن بيها واللي اغلبنا كان بيلعبها واحنا صغيرين بشكل غير احترافي طبعا، وان كان برضو الامر لا يخلو من وجود ناس كانوا فراوده جدا فيها. المهم الدارتس دي تحولت من لعبه لطيفه جدا، لعبه عاديه، الى لعبه ليها منافسات وليها معسكرات وليها بطولات وليها احتكاكات مع دول اخرى الى اخره. هنتكلم بقى عن هذا التحول كيف جاء وتاريخ تاسيس الاتحاد المصري للدارتس من خلال وجود رئيس الاتحاد المصري للدارتس سيادة اللواء يحيى عبد القادر اللي منورنا بوجوده النهارده في حلقتنا. صباح الفل يا فندم. صباح الفل، ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. تمام. ما كناش نتخيل ابدا ان الرياضه دي او اللعبه دي هيجي عليها اليوم اللي يبقى لها اتحاد وليها منافسات وبطولات محليه وقاريه الى اخره. كيف جاء هذا التحول؟ الحقيقه لفتت نظري هذه الرياضه وانا موجود في خارج مصر في فترات كثيره جدا في اثناء تلقيه لدورات في الخارج ووجودي في اوروبا وامريكا، لقيت اللعبة دي مشهورة بالنسبة لنا وعارفين شكلها، فلفتت انتباهي جدا. وفي أثناء وجودي في مصر هنا في أحد الأيام أنا بفتح التلفزيون لقيت بطولة العالم للمحترفين، فتوقعت أن مصر فيها اتحاد، الحقيقة ما لقيتش، ولقيت أن ما فيش. فأنا الحقيقة تقدمت بشكل قوي والحمد لله، بدأت رحلة من سنة 2008 انتهت بتأسيس الاتحاد في سنة 2014، وبقينا بشكل رسمي موجودين في الساحة الرياضية العربية. ومن خلال تعمقي في الدراسة لهذه الرياضة، هذه رياضة قديمة جدا، أحد رياضات عائلات الرمايات، هي رماية باليد وتعتمد على مهارتين أساسيتين في وقت واحد، لأنها رياضة حسابية ذهنية. الناس مش واخدة بالها أنها ذهنية. فالحقيقة إن هذه الرياضة اللي بتعتمد على مهارة التصويب والحساب في وقت واحد، يعني لازم اللاعب يكون بيجيد الحسابات ويجيد التصويب في نفس الوقت. أنا ما كنتش متخيل إن ليها حسابات. أنا فاكر إن حسابات رهيبة متوقفة بس على قدرة الشخص أو اللاعب على إن هو ينشن مظبوط. طب إيه اللي بيتحسب يا سيادة اللواء؟ اللعبة بتبدأ، هي لعبة رقمية وبتبدأ غالبا رياضة الدارتس اللوحة دي بيتلعب 24 لعبة مختلفة، ولكن اللعبة الرسمية الرئيسية الجيم الرئيسي اللي بيلعبوا الهواة والمحترفين في أثناء التباري اسمه 501. يعني الدارتس ليها هذا كم من التفريعات؟ 24 لعبة مختلفة على اللوحة دي. غريبة جدا. واللوحة دي في تقسيماتها فيها تباديل وتوافيق تساوي 1.2 مليون احتمال. هي مرقمة من 1 لـ20 بطريقة غير منتظمة. المثلثات الـ20 دي بتساوي تقسيمات داخلية حوالي 82 تقسيم، لما نعملهم حسابيا يطلع لي هذا القدر من الاحتمال. طب خلينا بعد إذن حضرتك نمشي برضو واحدة واحدة. حضرتك بتقول إن أنت ابتديت تسعى في وجود اتحاد أو في تأسيس اتحاد من 2008، الموضوع خد من حضرتك 6 سنين. كتير. ليه 6 سنين؟ الحقيقة إن طبعا هو في إجراءات في مصر هنا وفي أمور يعني اعتبارية للجهات المختصة خدت مني الوقت دون، إلى أن تم يعني تقديم موقف إيجابي قوي بدراسة فنية محترمة حوالين اللعبة دي ووجودها في العالم في شكل هواة ومحترفين، وأن الاتحاد الدولي في الوقت اللي أنا تقدمت فيه ده كان فيه 67 دولة. فالحقيقة كانت لما بدأت الرحلة من ساعة ما كان في مجلس قومي للرياضة إلى أن بقت وزارة الرياضة رحلة طويلة، فالحمد لله تم استيعاب الموقف تماما. ومصر أول لما أشهرت الاتحاد الحقيقه كان مصدر جذب للدول العربيه انها تلتفت لهذه الرياضه اللي موجوده في العالم من سنه 1886. ما هو ده سبب ادعى برضو ان احنا يعني نتوقف ولا ندهش. ليه؟ حضرتك بتقول ان انت خدت المبادره في 2000 وكام؟ 2008. 2008 يعني لغايه قبل 2008 ما حدش فكر في ان الرياضه دي او اللعبه دي بقى لها اتحاد. ما كانتش موجوده في المنطقه العربيه ولا في مصر في وضع مؤسسي، ولكنها كانت موجودة في وضع ممارسات فردية من أشخاص مجتمعين تربت على اللعبة دي. تمام. ولكن نتيجة لوجود اللعبة دي إنجليزية المنشأ، يعني السفارات الإنجليزية والتجمعات الإنجليزية والتجمعات الأجانب كانوا بيمارسوها بشكل قوي، حتى إن المصريين يعرفوا شكلها ولكن ما يعرفوش اسمها ولا تفاصيلها. فوجود اتحاد بعون الله ده وأن خلى الأمر مؤسسي وخلى الأمر يطلع بشكل قوي وخلى وجود لاعبين مصريين كثيرين
وبالعكس كمان احنا بقينا متفاعلين مع الدول العربيه بشكل قوي جدا. هما في اتحادات بالمناسبه للدارتس في دول عربيه ثانيه ولا مصر؟ اول لما مصر انشات بقى في اتحادات، والحمد لله حاليا في تفاعلنا معانا حوالي 14 دوله عربيه. جميل. في خلال السنتين بتوع كورونا دول احنا في تواصل مع الدول العربيه زملائنا، الحمد لله بقينا حوالي 14 دوله، وبنتقدم جميعا لعضويه الاتحاد الدولي، واحنا مصر عضو الاتحاد الدولي كاول دوله عربيه من سنه 2016. واحنا كمان كاول دوله عربيه ندخل كاس العالم سنه 2019. احنا كاول دوله عربيه ننظم بطوله دوليه سنه 2019 في مرسى علم. فالحقيقه احنا لنا يعني مع البدايه القويه دي والانتشار الكويس ده على المستوى العربي وضع قوي جدا يماثله على المستوى الافريقي. والله شيء عظيم. طب خلينا برضو نعرف من حضرتك، لان واضح ان الموضوع اكبر من اللي انا كنت متخيله بالنسبه للدارتس. يعني يكفي بس تفصيله ان البورد اللي احنا شايفينها دي يعني فيها 24 جيم مختلف. 24 جيم مختلف. طب يعني بس حضرتك قلت ان في واحده منهم هي الاهم. الاهم اللي هو الجيم 501 ده يعني ايه؟ يعني مثلا ان احنا كلاعبين هنلعب مع بعض، هنبدا بالجيم ومعانا 501 بوينت. اوكي. هنقف نرمي من على مسافه 237 سنتي. اللوحه دي موجوده على ارتفاع 173 سنتي من المنتصف. هنبتدي ننشن بالاسهم دي اللي هي الاسهم. تمام. تمام. الاسهم الرئيسيه الطبيعيه. أوكي. غير الاسهم اللي الناس واخده بالها. طب. فالاسهم دي باوزان. كل لاعب له وزن معين بيقف يرمي. هنرمي ثلاث اسهم متتابعين. يعني على اللوح. يعني ايه كل واحد ليه وزن بيلعب بيه؟ يعني ممكن انا اكون بتنافس مع حضرتك، انا بلعب باسهم ليها وزن وحضرتك بتلعب باسهم ليها وزن ثاني؟ دول 24 جرام. انت حضرتك ممكن تلعب ب 17 جرام. الوزن الاقصى للاسهم 50 جرام. بس لازم يعني مش لازم يكون الاثنين متنافسين. لا. بيلعبوا بنفس الوزن زي ملعب زي مضرب التنس. اوكي. كل يعني لعب. تفضيلات شخصيه حضرتك بتقول. تفضيلات بتقوم بناء على ادراك الرامي لقوه ودقه الرميه من خلال الوزن اللي استخدمه مع التجارب مع التجارب مع التجارب. بلاقي نفسي متوافق مع وزن محدد. تمام. لان الرحله بتاعت السهم الصغيره دي من مسافه 237 سنتي للحت او الجزء اللي انا عايز اصوب عليه في اللوحه بيحمل بعض المقاومات بتاع الهواء، بيحمل قوه رميه، بيحمل تحكم في مسار السهم مختلف من وزن للتاني ومن شخص لاخر. أوكي. وحتى من الولاد الصغيرين للكبار، من السيدات للرجال، اختلافات الاوزان دي بتحقق الاختلاف ده. فلما التلات اسهم هينزلوا متتابعين على اللوحه هيحققوا قيمه حسابيه. طبعا. اللاعب لازم يطرحها من 501 وبسرعه. وفي نفس الوقت الحكم بيراجع عليه، لان جنب اللوحه في حكم بيقف على اليسار. نفضل في موضوع في رمايه متتاليه ما بين الطرفين اللاعبين والحصول على قيم تطرح من 501 الى ان يكون الفائز في هذا الجيم الرقم الاقل بقى اللي يحصل على صفر. اوكي. اللي يصل الى قيمه صفريه قبل الثاني. اوكي. يعني هنفترض ان حضرتك عندك 46 بوينت ناقصين وانا عندي 36 بوينت ناقصين. اوكي. لازم حضرتك تجيب 46 بوينت مش 47. ايوه ايوه. وانا لازم اجيب الرقم بتاعي بالظبط بدون، لو حصل ان انا ما قدرتش اجيب القيمه الصفريه هنتظر كلاعب وحضرتك تكمل الى ان واحد فينا يحقق القيمه الصفريه قبل الاخر، هو اللي ياخد الجيم ده. أوكي. الماتش بيبقى 5 أو 7 أو 9 او ارقام فرديه للجيمز بتحققها التعليمات التنظيميه للمسابقه دي اذا كانت المسابقه دي. يعني اقوى الدول في الدارتس هل دوله المنشا ولا مش بالضروره؟ لا، هو بالضروره طبعا كان دوله المنشا اللاعبين المصنفين فيها هم اللاعبين الاول في العالم، يعني اللاعبين من اسكتلندا واللاعبين من المملكه الانجليزيه تحديدا، يعني اللاعبين طالعين منها الاوائل. ولكن حاليا حصل تنافس في اوروبا وامريكا بشكل قوي جدا على مستوى الهوايه والاحتراف. فعلى مستوى الاحتراف انتقلت الزعامه حاليا هو نرويجي اللاعب ده اللي هو مهيمن على مصايم مصنف رقم واحد. هناك في تصنيف للاعبين. طب احنا فين من التصنيف ده يا سياده اللي بعون اللي احنا في يعني دي بدايات، ولكن بدايات مبشره، لان اللعيبه المصريين احنا في خلال فتره زمنيه وجيزه بصينا لقينا في تصاعد. ونتيجه لهذا التصاعد بدات النوادي المصريه تلتفت للاتحاد. بدانا كمان
نتواجد مع الجانب الاكاديمي مع كليات التربيه الرياضيه. أيوه. عندي اول رساله ماجستير في رياضه الدارتس. انا عملت اول كتاب بعون الله في المنطقه جميل. العربيه جميل. باللغه العربيه لهذه الرياضه وتفصيلها وتاريخها ووجودها في المنطقه من امتى. الحقيقه ده لفت نظر كثيرين جدا من الهيئات والقيادات الرياضيه في مصر. وانا برضو هقول لحضرتك يعني عشان الشيء بالشيء يذكر، وزير الشباب والرياضه احنا لسه اعضاء مجلس الاداره كنا موجودين معاه. هايل. واستمع الى الخطه بتاعتنا لانتشار اكثر لهذه الرياضه خلال 22. انا اعتقد ان الخطه دي ستؤتي ثمارها في زمن قياسي، لان احنا بنتكلم في النهايه على رياضه ممتعة. اولا لطيفه وممتعه جدا. ممتعة. ثانيا ملهاش متطلبات زي رياضات تانية خالص. يعني مش لازم يتعمل لها استادات ولا ملاعب ولا مواصفات خاصه، هي الحكايه كلها اسهم ودارت صحيح وغير مكلفه. طب هل ده يستدعي ان يبقى في مثلا اي دعم من وزاره الشباب والرياضه، ولا نظرا لطبيعه اللعبه دي مش محتاجه قوي دعم من؟ لا الحقيقه لازم يبقى في دعم، والرياضه اصبحت في العالم صناعه كبيره. وإذا بصينا لهذه الرياضة اللي هي الصغيرة دي، وإذا كان معظم النار من مستصغر الشرر، فإن هذه الرياضة في العالم أصبحت تحوز نسب مشاهدة. مثلا خد في إنجلترا حققت نسبة مشاهدة في خلال السنتين بتوع كورونا أعلى من كرة القدم. ده على ذكر إنجلترا، ده إنجلترا ويمكن الولايات المتحدة أكتر كمان، من كتر ما هي فعلا منتشرة ومحببة لناس جداً. كتير ممكن تلاقيها حتى في كافيهات أو في مطاعم في أو كل في أماكن ما هو فيها طوابير انتظار. يعني عندهم الثقافة دي جامدة، يعني عالية جدا في كل ما هو شيء تجمع اجتماعي تلاقي دايا. في شركة جوجل وأمازون والموظفين بيجتمعوا إزاي في أفراد في أوقات الراحة عشان يركزوا يلعبوا دارتس. فريق ليفربول بيلعب دارتس وفي اثناء الفتره بين الشوطين مع يورجن كلوب لتصفيه الذهن. تصفيه الذهن وللطلاب المتفوقين في الحسابات بيلعبوا دارتس، لان الطالب بيعرف وعشان كده اولادنا اللي موجودين معانا الناشئين انا معظمهم من مدارس المتفوقين. الطلاب كنا في النهار السنه دي كان عندنا بطوله الجامعات، كنا في الجامعه الكنديه، الطلاب المتفوقين حسابيا ورياضيا. الاهالي اللعبه دي للاسره بالكامل، لان ملهاش حد اقصى في السن. لا وبعدين كمان من ضمن الحاجات او الامور اللطيفه المتعلقه بالرياضه دي، ان في ناس مثلا ممكن تبقى مواصفاتهم الجسمانيه ما تساعدش ان هم يلعبوا رياضات معينه، يعني يقول لك لا حتى مش ماشيين مع الرياضه دي، لكن دي طلباتها ابسط من كده بكتير وسهل ان الواحد يتفوق فيها ويتميز. حضرتك قلت اهم نقطه. طب ضيف على دي حاجه بقى، احنا ناقشناها مع سياده الوزير. الرياضة الوحيدة في العالم اللي ممكن فيها ذوي الإعاقات الحركية طبعًا يلعبوا مع الأسواق هي الدارتس. إن شاء الله هيبقى عندنا لجنة لذوي الإعاقات الحركية إن شاء الله العام ده 22. دي نقطة مهمة جدا. تخيل الأسواق يلعبوا جنب ذوي الإعاقة، هذا حقهم في الحياة. طبعًا. نتيجة لأن رياضة ذهنية وظروفهم القدرية منعتهم من ممارسة رياضات كتير، فدي ممكن تبقى فعلا مناسبة للناس. احنا إن شاء الله بإذن الله هنبقى كاتحاد عندنا لجنة خاصة لذوي الإعاقات الحركية. طب احنا بدأناها وبدأنا في إن احنا نلعب مع بعض من حوالي سنتين. جميل. طيب مصر بدأت يعني. أولياء الأمور والأهالي اللي عندهم أولاد ممكن يبقوا حابين يمارسوا الرياضة دي، يعني يروحوا فين؟ يتواصلوا مع حضراتكم ازاي؟ الحقيقه الاتحاد عنده ميزه دلوقتي، يعني احنا كاعضاء مجلس اداره عندنا قرار بان في امكانيه لتسجيل كل لاعب فردي الى ان النوادي تتسع الى حد ما قاعدتها، لان قاعده النوادي بتتسع مبدئيا تدريجيا مع طبعًا. الرياضه الجديده غير الالعاب القديمه اللي بقى لها سنين في مصر، لان دي بقى لها لسه احنا حوالي 7 سنين أو 8 سنين. انما ان شاء الله اللي حاصل ايه؟ ان في تقدم في اعداد النوادي اللي بتتم تلتحق بالاتحاد. انما احنا فاتحين الباب لمين؟ فاتحين الباب للعضويات الفرديه. اي اب او ام عندهم ابنائهم عايزين يسجلوهم في الاتحاد فده متاح. بيسمح لهم بايه بقى الكلام ده؟ يسمح ان اللاعب ده يسجل عندي، يصنف، يشارك في بطولات الاتحاد على مستوى الفردي جنب اللاعبين المقيدين في النوادي. في النوادي. طيب انا عندي ليست في النهايه عباره عن اسماء للاعبين مصنفين خلال العام. طب الليستة اللي هو اللاعبين الفرديين يعني وصلت قد ايه؟ يعني في كام لاعب مقيد بشكل فردي؟ فوق ال 500 دلوقتي، انا مش حاضر 500 وكام، انما احنا بقينا فوق ال 500 لاعب.
دول مصنفين عندي وبيلعبوا انا عندي على الصفحه تفاعل شديد. اللاعب اللي بيلعب اللعبه دي بعد ما يخلص البطوله يجي يسال البطوله الثانيه عايز يلعب. طبعا عايز يقف قدام لوحه. بالمناسبه اخر بطوله كانت ايه؟ كانت في قنا. سياده الرئيس كان بيفتتح المشروعات القوميه في قنا واحنا كنا في قنا. يعني اهالينا هناك بيمارسوا الدارتس. ست نوادي في قنا. اوكي. ابناء قنا اول ابناء يمارسوا الدارتس من خلال زرت محافظات مصر. يعني سبقوا القاهريين. سبقوا القاهريين. حقيقي. جميل. وامكانيات فنيه عاليه واصرار ورغبه في التقدم فوق ما حضرتك بتتخيل. هل في تنسيق يا سياده اللي هو بين مثلا بين حضراتكم وبين زي ما كنا بنتكلم من شويه على الجامعات كمان على مستوى المدارس والمعاهد العليا؟ لان احنا بنتكلم تاني نرجع ونقول ان هي رياضه ما اسهل ان هي تنتشر بين الناس وخصوصا ان هي يعني محببه بالفعل جدا. يعني في ناس كتير عندها تاريخ مع الدارتس حقيقي. ففكره جلب اللاعبين المتميزين هل في صعوبه فيها؟ ان جيت للحق يعني عدم وجود عدد كبير راجع لايه؟ راجع لان الناس ما جربتش لسه الامور ما انتشرتش. الاعلام ما قامش بدور شويه في المساله. وانا وجودي هنا الاول لازم اشكرك واشكر القناه الاهلي. انا وجودك معانا نورتنا. لان النهارده انا متاكد انا هتلقى اتصالات كبيره جدا بعد وجودي هنا. فكل ما ننتظم اعلاميا شويه بيزيد عدد المشاركين. انا من خلال الموقف الايجابي اللي تم مع مدارس المتفوقين هم اللي اتكلموا معانا. مجموعه مدارس المتفوقين في مصر 14 مدرسه في محافظات مصر. ايه راي حضرتك لما اشتركوا معانا من 4 سنوات الولاد دول هم الاوائل دلوقتي اللي موجودين معايا في التصنيف وسافر معايا منهم 3 في كاس العالم. انا متاكد ذات اللي هو ان لو الموضوع انتشر على مستوى المدارس اكتر من كده مدارس متفوقين وغير متفوقين هيبقى صعب قوي عليكم تعرفوا مين الاوائل من كتر المتميزين. ده حقيقي. ده يعني حقيقي. هل انتوا عندكم خطه معينه يعني كاتحاد وضعتوها لنشر اللعبه طبعًا. دي في طبعًا. كل اماكن في مصر طبعا ولا؟ الحقيقه عندنا خطه كبيره واحنا بننتقل يعني احنا كنا في محافظه في قنا. ايه راي حضرتك ان محافظات الصعيد انديه المحافظات حضروا البطوله دي؟ انا كان معايا ناس بتوع نادي الالومنيوم قالوا لي عايزين ندخل فكل ما بنتواجد في بطوله من البطولات وكل بطوله من البطولات في محافظه مختلفه يعني ان شاء الله تدور علينا البطوله القادمه باذن الله هتبقى موجوده في بورسعيد. طب قبل اي بطوله هل بيبقى في معسكرات مثلا ولا مش بالضروره؟ غالبا بيبقى في فتره اعداد كبيره احنا بنعملها للمستوى الفردي لان هذه الفتره اللي بتعمل فيها الاعداد بتسمح بان احنا ندخل في المسابقه في وضع طيب وده بيتم بعون الله او هيتم بعون الله في مشاركتنا في كاس العالم القادمه دي في 23 وان شاء الله يكون لنا دور اساسي ولنا موقف اساسي. يا مسهل ان شاء الله. عايزين بقى نعرف تعليق حضرتك كده كنا بنعرض واحنا بنتكلم مجموعه من الصور. دي كانت بطوله مصر الدوليه في مرسى علم. دي ابناء الاكاديميه دول اللاعبين المصنفين كانوا في اثناء فترات التدريب بتاعتنا قبل ما نخش. دي شهادات التقييم والتميز. الحقيقه الفتره بتاعت التدريب كانت بتعكس انا كنت في قنا هنا. دي كانت لسه دي اخر بطوله كنا موجودين فيها في قنا. دي كانت بطوله الجمهوريه الاخيره رقم 2 اللي احنا كنا موجودين في محافظه قنا في نادي قنا. اوكي جميل. فالحقيقه دي يعني اضافه كبيره ان الصعيد ينظر الى الرياضات طبعا. بالشكل القوي طبعا. والايجابي ده طبعا. لا وبعدين كمان من الحاجات الملفتة للنظر في مشاركات نسائيه يعني في فتيات كمان من ضمن السيدات يحققوا امكانيات عاليه جدا في التركيز لما انا اقارن ولهم مساحه كبيره عن اللعب الفردي لان اللاعبين اللي بيلعبوا فردي رجال عدد ضخم جدا اكيد السيدات عدد قليل فامكانياتهم في التميز والحصول على مراكز متقدمه اكتر من الرجال فرصه ان مهاراتهم تبان وتلمع ده حقيقي ده على مستوى العالم كمان على مستوى العالم يمكن الاتحاد الدولي فيه 80 دوله دلوقتي السيدات العدد اقل بطبيعه الحال ولكن فيهم مهارات عاليه للغايه مستوى الهوايه والاحتراف احنا متوقعين ده في مصر وانا عندي ده طيب واحنا في كاس العالم بقى واحنا في كاس العالم 2019 انا ماشي مع رئيس الاتحاد الدولي رايحين القاعه الكبيره اللي فيها فبصيت لقيت على النيوز
الافكار اللي موجود في قلب الفيجن سيستم. ايجيبت 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 ما شاء الله. رئيس الاتحاد الدولي يخبط عليه كده قال لي في حاجه انتوا ايه نظامكم؟ نظامكم لاعيبه مصريه تحت السن فازت في اول ماتش. الدنيا اتقلبت. ايجيبت اسمنا موجود. فده عباره عن رساله قويه بوجود هذه الرياضه واسم مصر في هذه المحافل الدوليه. هذه قوه مصر الناعمه. فعشان كده بقول لحضرتك معظم النار من مستصغر الشرر. صحيح. وهذه الرياضه قرينه ومقترنه اقتران شديد جدا بالسياحه في الدوله. فالدول تسعى الى تنظيم البطولات الدوليه لهذه الرياضه في اوروبا وامريكا. جميل. جميل. طيب فضل. احنا فاضل حوالي يعني قول سيادتك دقيقه على نهايه الفقره دي. والدقيقه دي ملك سيادتك بالكامل. تحب تقول من خلالها ايه للناس اللي بيتابعونا كبرضو يعني كلام اضافي ممكن من خلاله نساعد على نشر الدارتس في كل حته في مصر؟ عايز اقول للاباء وللاسر من فضلكم خلوا اولادكم يمارسوا هذه الرياضه. عشان؟ علشان دي عباره عن مهارتين بيساعدوا الولد او البنت الصغير على التفوق. التفوق في الرياضه اعتقد كمان بناء الذهن على وضع كيف اخطط؟ ازاي اعمل لنفسي بلان؟ فده تدريب ذهني عالي المستوى. عايز اقول للقيادات الرياضيه في مصر انا متشكر جدا لكل اعضاء ورؤساء النوادي، ولكن عايز نوادي مصر كلها تمارس الدارتس. ده حلم ان شاء الله يحصل. ان شاء الله يحصل. ان شاء الله. سياده اللواء حضرتك نورتنا. انا بشكرك جدا. نتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله والمزيد من الانتشار للدارتس في كل مكان في مصر. اسمح لي اقول شكر تاني مكرر لقناه الاهلي ولحضرتك شخصيا. الله يخليك. وده عباره عن نموذج هايل عراقي، نموذج للاعلام المصري انه يدعم ويعضد الرياضات الحديثه. ده واجب علينا يا فندم، مش تفضل مننا، ده واجب علينا. وسعداء بكلام حضرتك وبرؤيتك لينا. بنشكرك على وجودك معانا. جزيل الشكر. ونشوفك على خير ان شاء الله. وباذن الله اقرب لقاء لينا مع سيادتك يكون بقى مصحوب بكؤوس دوليه في مشاركات مصريه في قريبا جدا. ان شاء الله. نورتنا. هنستاذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع ونرجع بعديه عشان نبتدي معاكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في 10 الصبح في الاهلي. اتفضلوا.